الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وما كل نعمة إلا من عنده، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فظلام الجهل أشد من ظلام الليل، حيث يبعدك عن النور ويسجنك مع الأشقياء الكثر. قال الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجهل، فتقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والجاهل بشرع الله ودينه يعرض نفسه للهلاك، حيث يورد نفسه موارد الهلكة من حيث يدري أو لا يدري. والتنطع في الدين والمبالغات والمغالاة سببه الجهل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب منا رجلا حجر فشج في رأسه فسال الدم من رأسه، فسأل أصحابه هل يتيمم ويستعمل التيمم، ألي رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، وأنت تقدر على استعمال الماء. حيث أصبح جنبا وقد احتلم فاغتسل فمات. قال: فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما سؤال، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء الجهل السؤال. والجهل إذا نزل في الأمة كانت الفتن والاقتتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل،
ويكثر فيها الهرج، الهرج القتل، الهرج يكثر في الأمة، والقتل والافتتان والفتن إذا كثر فيهم ونزل فيهم الجهل. لا تصاحب ولا تخاصم ولا تجادل ولا تحاور الجاهل بشرع الله. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا أصر عليك في المجادلة والحوار فقل له كما قال الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون عن غير شرع الله فردوا عليهم قالوا سلاما. هذه صفات عباد الرحمن. والجاهل لا يتحمل المسؤولية، المسؤولية الدينية، وهو يجهل قيمة الأمانة التي قد يكون قد حملها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالصائم مثل عليه أن يعرف قيمة الصيام ويصوم عن علم ولا يصوم عن تقليد وعادة وعن جهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى في قوله: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. أي من كان صائما فلا يرفث بالكلام الفحش ولا يجهل على أحد، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هناك من الناس من لا يعرفون قيمة الصيام ويصومون لنزواتهم وشهواتهم وبطونهم، فينفعلون لأدنى سبب، تجدهم يسبون ويشتمون ويلعنون، وقد ضيعوا الصيام. بل وتجد البعض قد يغش ويخادع الآخرين ويظهر أنه صائم، صائم عن الطعام والشراب، ولكن في الحقيقة في الباطن غير صائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل يجعل الإنسان ويجعل صاحبه يشرك بالله عز وجل وهو لا يدري. قال الله سبحانه وتعالى: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال سبحانه عن بني إسرائيل وهم يأمرون ويطلبون من نبي الله موسى أن يشركوا وأن يعبدوا مع الله إلها آخر: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنكم ما تعظمون الله حق تعظيمه. والجاهل يرتكب الذنوب والمعاصي ويقترف الفواحش لأنه لا يخاف الله، لأنه لا يعلم حكم الله. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. الجاهل يجب أن يتعلم. وحينما نقول الجاهل ما نقصد الذي لا يقرأ ولا يكتب،
ما قال الإسلام أن الذي لا يقرأ ولا يكتب جاهل أبدا. هناك من لا يقرأ ولا يكتب ولي من أولياء الله، ولكن يسمع يسأل. أما المقصود من جاهل هو الذي يبتعد عن شرع الله ولو كان يعلم ذلك، هو الذي لا يصغي إلى أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يسمع ولكن لا يصغي ولا يطيع ولا يسمع لأمر الله، لا يطبق أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الجاهل بشرع الله وبأمر الله عز وجل لا تصاحبه ولا تجاوره إن استطعت. لذلك سبيلا، وإذا دعاك الجاهل للمعصية فلا تلتفت إليه. وسيدنا يوسف عليه السلام عرضت عليه المعصية فدعا الله عز وجل أن يخلصه منه، فقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الجاهل لا يعظم الله عز وجل، لا يعظم الله حق تعظيمه. قال الله عن المشركين وما قدر الله حق قدره. ولذلك حين ننظر إلى من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا معه، مع أن فيهم من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن من الصحابة الكبار لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار ولا قيمة للثقافة ولا للشواهد إن لم تقربك إلى الله، إن لم تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا عمر من كبار الصحابة، عثمان من كبار الصحابة، أبو بكر من كبار الصحابة، علي من كبار الصحابة، وغيره من الصحابة. وهناك أناس عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من يقرأ ويكتب، ولكن لقب بأبي جهل. أبو جهل كان يقرأ ويكتب، ولكن لما أعرض عن دعوة الله وحارب دين الله ولم يسمع من الله ومن كلام الله ولا رسوله فلقب بأبي جهل، لأنه جهل أمر الله. أولئك الذين يكتشفون ويخترعون ويصنعون هم عند الله جهال، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والمسلم إذا كان قريبا من الله ويعظم الله ويمتثل بأمر الله فهو عالم عند الله. ولذلك الله عز وجل حينما تحدث عن التأمل في الكون قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس المقصود العالم المتمكن المتبحر في العلوم، وإنما إذا نظرت إلى السماء واستحضرت عظمة الله وقدرته، ونظرت إلى الأرض وعرفت أمر الله فيه، ونظرت إلى نفسك وعرفت نفسك وخشيته وخفت الله عز وجل فأنت العالم، أنت العالم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون أمره ويعملون بأمره، وغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصيام
ركن عظيم وعبادة عظيمة عند الله عز وجل، تختلف والصيام يختلف عن باقي وعن سائر العبادات. كل عبادة ترجو ثوابها وثوابها معلوم ومحدد، إلا الصيام فأنت لا تدري كم يعطى لك من الثواب، وكم يعطى لك من الأجر، وكم تعطى لك من المغفرة. الصيام الذي ترك الثواب، أي الله عز وجل ترك الثواب لنفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذا صمت لله عز وجل، إذا صمت لله تبارك وتعالى، ولم ترفث ولم تفسق ولم تجهل ولم تعتدي على أحد، فإن الأجر لن تستطيع أن تحصره، بل ولا أن تتخيله في مخيلتك. فلا بد أن نصوم لله عز وجل وأن نقوم لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام لله رمضان واحتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنتم وقد اجتمعنا لصلاة الجمعة، ما جئنا إلا لله، ونحضر لله، ونصلي لله، فنسأل الله عز وجل أن يثيبنا وأن يعطينا وأن يعطينا ما يعطيه لعباده الصالحين، وأن يوفقنا لطاعته وييسر أمرنا. اللهم يسر أمرنا، اللهم اجعلنا من السعداء عندك، اللهم أفرح كل مسلم، اللهم أدخل السرور على كل مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اقضي حاجة كل مسلم، اللهم يسر أمر كل مسلم، بارك في عمر كل مسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما في خير الإسلام والمسلمين، وأصلح ولي عهد مولى الحسن وأنبته نبات الحسنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.